بالأول منشغله وبعدين منشعله. هلأ خلينا نوصل شوي. تمام، منعبي مي. عشا اتركي كل شي من إيدك، طلعي جوجو برا، صار عنا وأكيد عارف مين يلي كتب الكتابة على الحيط. اتركني ولا حرف. ديشا، هذا هو الشاب ديشا، هذه اللي كتب الكتابات على حيطكم. ساكن بحارتنا، ساعدني رفيقي لحتى قدرت امسكه. هلا وقف عندك. يا ترى شو ناوي يعمل سونيل؟ ضروري انا لازم اعرف. ايه شبك؟ شبك؟ ليش عم بتعيط؟ شو صار لك؟ رشدي، اجري 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 اجري. شو بدك باجري؟ بعدين ليش كل هذا العياط؟ صرعتني بصوتك. لك خالتي الكرسي صار على رجلي. اخته شريرة وهو محتال. بدل ما تنزل تاخذ رضايي ما بتعرف تحكي. تعا قلي لشوف. ليش انت واختك ما بتحلوا عن حياتك شاي وتتركوه لحاله؟ خالتي شو مناسبته هالحكي؟ نسيتي انه اختي بتكون مرت ابنك؟ عطول بتصفي مع برجيتا وبتزلي اختي. ممكن تبيني لانك بتحبيها شوي؟ ما رح تخسري شي اذا اظهرتي لمحبتك خالتي. انت متخيل بين محبتي للشريرة اختك؟ ليش هي أصلاً بتعرف شو يعني الحب؟ لتكسب محبة شخص لازم يكون بيستاهل ينحب. وأختك ما خرجت تنحب ولا بتعرف تحب أبداً. يا خالتي أنتي. شبكون؟ لتكونوا مخططين تقتلوني اتنيناتكن اليوم. ليش هيك فكرتي؟ انتي لازم تعيشي كتير وتشهدي على يلي جاي. مع السلامة. انا مستحيل خليكي تموتي قبل ما تشوفي حياة بنتك اتدمرت. اختي شكلها هالختيارة ما بتعرف شي عن الكتابة، وإلا كانت نطت من على كرسيها ونزلت لتحت وقالت لهم فرجوني فرجوني. ايه خلصنا، لا تحاولوا تلعبوا معي. إذا عرفوا رفقاتي ما رح يسامحوكم أبدا، لهيك لا تختبروهم. عن جد؟ ناديلون ناديلون. ايه تركني جوجو، أنا شاب اللي سمعتي. ايه اسمعي، أنا تخانقت معه لراجو خناقة كبيرة مبارح، لهيك هو عم يتهمني وورطني بالقصة. هو ولد زبان كتير، ما رد علي أصلاً من خوفه. إيه خلص حاج، لا تضيعوا لي وقتي. وقف عندك. إيه انتبهي، أنا بلعب كاراتيه، انتبهي. ها تعال هون وقف. جوجو مسك، تعال لهون. يلا قلي، لساتني عم بحكي بأدب. انت اللي كاتب هالكتابات، احكي. اذا قلت لي الصدق ما رح اعمل لك شيء، احكي. انت بتكتب بايد اليسار ولا اليمين؟ اليمين. يمين ما؟ إذا بكسر لك ياها هلأ ما عاد فيك تكتب فيها حرف. احكي الحقيقة لحتى أتركك. جاوب، سألتك نفس السؤال 100 مرة، أنت كاتبه؟ احكي.
ارحميني رجاء. تعال. عن جد ما عملت شيء. قل لي الحقيقة. ما بعرف. مين ورا هالقصة؟ إذا حكيت ما رح أعمل لك شيء. احكي. بعتذر بعتذر. تركيني. بكفي خلص بعتذر ما عملت أي شيء. ما رح تحكي؟ جوجو هات المكواية. إيدك اليمين مو؟ لا أكيد لا. آسف آسف خلص. تركوني تركوني. هات إيدك لهون. أنا آسف. لا 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 جوجو. هات إيدك. بعد عني. تركني. ما عملت شيء. لا لا. عشان تكذب وقول الحقيقة بقى. لا 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 لا. احكي بسرعة. قول أحسن لك. اللي كتبت. احكي لي هلا لكان مين يلي خلاك تكتب هالحكي وقديش دفعوا لك مصاري اجرتك؟